المفروض بعد كذا موضوع اخترناه او تم ترشيحه من اكتر من حد، ان احنا نبتدي نشوف هنتكلم عن ايه، عن الكوميونتي مانجمنت او عن البلاننج او عن كان في موضوع تاني اي ثينك انه كان داتا اناليتكس او حاجه مش فاكر بالظبط، لكن المفروض الفوت راح للحته بتاعت البلاننج، فخلينا نتكلم عنه. الجزء بتاع البلاننج او الجزء اللي كنا بنتكلم فيه عن حته البلاننج، البلاننج بير داي، احنا دايما لما بنيجي نتكلم في مواضيع بتكون بتصب في الاجزاء اللي ليها علاقه مش بس بالماركتينج، ان احنا بنتكلم في الماركتينج فهنتكلم في كل حاجه عن الماركتينج، لا هو احنا بنتكلم بشكل عام عن كل حاجه بتخص اللايف ستايل بتاعت الماركتينج اجمالا او عن الشخص اللي بيشتغل في الماركتنج كمان. يعني لو احنا بنتكلم مثلا عن تاسكس معينه في الكونتنت، في الاي سي او، في الديجيتال، في الميديا باينج، في الداتا اناليتكس، في ايا كان ايه هو، فاحنا بنتكلم برضو في الاجزاء اللي ليها علاقه از ا بيرسونال هتكون ماشيه ازاي. لو انت حد فاهم كويس قوي 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 في التخصص بتاعك وعارف التخصص بتاعك بشكل كويس وما قدرتش تكوفر ده بالسكيلز بتاعتك، فاوريدي انت مش هتقدر تعمل حاجه، الانتاجيه بتاعتك مش هتبقى احسن حاجه، يعني انتاجيتك مش هتكون احسن حاجه ولا هتلاقي نفسك بتطلع انتاجيه. فدايما دايما يعني دي نوت كده كنت حابب اوضحها ليكم في الاول، دايما دايما لما تيجي تشتغل على اي حاجه، لما تيجي تشتغل على اي حاجه او تانفست في نفسك، خلي بالك من النقطتين دول، ان انت بتانفست في السكيلز بتاعتك as a personal كشخص والاتيتيود بتاعك واللايف ستايل بتاعتك ووقتك ومجهودك والقصص دي كلها، دي اول جزء. والجزء الثاني بتبتدي تانفست في الاكسبيرينس بتاعتك. فلو انت عندك حاجه من الاثنين، عندك حاجه من الاثنين ناقصه، عندك حاجه من الاثنين مش كامله، في عندك حاجه من الاثنين مش احسن حاجه، لا يبقى انت محتاج ان انت تنسق قوي 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 وتخلي بالك من الاجزاء دي، لانها حاجات مهمه جدا جدا. وانا عن نفسي شخصيا كانت بتخسرني عملاء، وكانت بتخسرني شغل، وكانت بتخسرني وقت، وكانت بتخسرني مجهود، وكانت بتخسرني حاجات كتير قوي. فخلي بالك، انا مش عايزك تقع في الحته دي، لا انا عايز ان انت تبقى انت زي ما بتانفست هنا، لا انت بتانفست هنا، انت بتانفست في نفسك في ايه؟ في كل الاجزاء دي، بتانفست نفسك في كل الاجزاء دي، وبتبين ملامح قدراتك، ان انا قادر، ان انا بدل ما انا معايا مثلا بروجكت واحد، لا انا معايا تو بروجكتس، بدل ما انا معايا مثلا اقدر ان انا اعمل كونتنت مثلا استراتيجي وبس، انا اقدر اعمل كونتنت استراتيجي الشهر ده ومع العملاء بتوعي، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اذاكر وانفست في نفسي ويبقى معايا مساحه للمذاكره في مثلا في الاس اي او، عشان الشهر الجاي العميل اللي اشتغل معاه مثلا اشتغل معاه كونتنت واشتغل معاه مثلا اس اي او. انا بحاول اديكم امثله تكون من واقع شغلك وتكون في الحاجات السهله البسيطه واللي ليها اكتر من ساحه، تمام؟ طيب خلينا كده نتكلم في اول حاجه اكتر، او يعني ناخد اول نقطه كده اللي هو انا علشان اصلا ارتب اليوم بتاعي ايه التول اللي اقدر استخدمها، التول اللي اقدر استخدمها وبالنسبه لي تكون مهمه قوي واقدر ان انا اتعامل معاها، وبالنسبه لي تبقى حاجه كويسه او اقدر ان انا اتعامل عليها، تمام؟ طيب في اكتر من تول ممكن تقدر تستخدمها واكتر من طريقه تقدر تعتمد عليها. طيب انا مش جاي النهارده اقول لك على التولز بشكل صريح قد ما انا اقول لك التول دي ممكن ابعتها لك في بوست، ابعتها لك شات، ابعتها لك ايا كان، دي بسيطه، لكن انا عايز اقول لك على الطريقه اللي اكتر حاجه جابت معايا. انا جربت تقريبا كل الابلكيشنز، جربت تقريبا كل حاجه
جربت كل الطرق اللي ممكن ان انا اشتغل منها، جربت طرق الكوميونيكيشن سكيلز، جربت الواتساب، جربت انظم الوقت والمجهود بتاعي ان انا اعمل جروب مثلا على واتساب وما يبقاش فيه مثلا غير انا مثلا، وفي الجروب ده ابتدي ان انا اشتغل على مثلا اشتغل على الجزء اللي ليه علاقة بنفسي، وان انا افكر نفسي بالحاجات اللي هعملها في اليوم وابعت لنفسي الحاجات اللي هعملها في اليوم وكل الكلام ده، تمام؟ طيب ايه احسن حاجة جابت معايا ايه، او اكتر حاجة جابت معايا ايه، واحسن حاجة جابت معايا نتيجة هي حاجة واحدة بس، هي الايه؟ الورقة والقلم. الورقة والقلم يعني ايه؟ الورقة والقلم يعني انا معايا قلم بتاعي ومعايا النوت بتاعتي او الايه، الاجنده بتاعتي او الكشكول بتاعي، تمام؟ ده الحاجه الوحيده اللي لو انا مثلا قعدت نص ساعه من غيرها هلاقي نفسي الامور بالنسبه لي تاهت، تمام؟ هلاقي الامور بالنسبه لي كلها تاهت. الامور تاهت ازاي؟ ان انا مش عارف انا المفروض هعمل ايه دلوقتي، او انا المفروض عليا ايه، او انا في حاجات وتاسكز حطيتها لنفسي او خدتها هشتغل عليها، لكن بعد ما حطيتها خلاص راحت مني نسيتها، بعد كده هي ماشيه في الديدلاين بتاعها وانا نايم لان انا اصلا مش فاكرها، تمام؟ لدرجه ان هتلاقي بعد كده مع الوقت لو انت اندمجت جدا في الشغل في امور بتسقط منك في الاخر تقول يا ده انا نسيت اعملها. طب ليه؟ لان انت ما عملتش دي في نوت او ما سجلتهاش. طب نعمل ده في نوت ازاي او نسجله ازاي؟ ده عشان يتعمل في نوت او تسجله في نوت، زي ما قلت لك احسن حاجه انا استخدمتها الورقه والقلم لاسباب كتيره جدا جدا واسباب مختلفه، تمام؟ طب ايه هي الاسباب المختلفه؟ الاسباب المختلفه انها مش ايه يعني ايه، طبعا التكنولوجيا مهمه جدا لكن مش ايه بتتمسح. يعني ايه مش بتتمسح؟ يعني انا الحاجه اللي بكتبها ما بمسحهاش، تمام؟ اقدر ارجع باليوم. يعني ايه اقدر ارجع باليوم؟ انا دلوقتي لو عوزت اشوف سنه السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت زي دلوقتي انا عملت ايه، او انا كنت شغال على ايه، او الامور اللي انا كنت بعملها في اليوم ده تحديدا، الحاجات النوتس اللي كتبتها لنفسي عشان اخلي بالي منها ما اكررهاش، النوتس اللي عملتها وحققت فيها انجاز او موقف معين، اقدر ارجع للكلام ده كله. طب اقدر ارجع للكلام ده كله زي من البلان اللي انا اقول لك عليها دلوقتي، تمام؟ طيب ايه تاني اقدر كمان ان انا اشتغل على نقط الضعف، تمام؟ يعني ايه نقط الضعف؟ انا دلوقتي عارف ان الشهر اللي فات لما جيت راجعته لقيت ان انا وقع معايا مثلا كام بروجكت، وقع معايا كام موظف، وقع معايا وقت فيه ضاع، في فتره ضاعت من الوقت، مثلا سقطت حاجه، فهقدر ان انا اشتغل على او انا اخلي بالي النقطه الجايه دي مش هعملها. طب الحاجات دي ممكن نقدر نعملها في التولز الاونلاين؟ اه ممكن، بس هتبقى بالنسبه لك ممله جدا، تمام؟ مملة، أو إن أنت عشان ترجع ليها هتلاقي الأمور أنت بتخش في سلايدز مش هتقدر تدون. الورقة والقلم بجد فعلا من أحسن الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها في الـ في في في, في النقط دي. حاجة كمان بقى اللي هي إيه؟ دوكيومنتيشن، تمام؟ يعني إيه دوكيومنتيشن؟ يعني مستند، تمام؟ خلاص مستند ترجع له اي وقت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عايز اعرف في موضوع عايز ارجع له واعرف انا وقفت فيه لفين، لا هو تقدر ترجع له في اي وقت، تقدر تشوف الموضوع ده انت اخر مره عملت فيها ايه، او اخر موضوع وقفت فيه عند الجزئيه دي عملت ايه، تمام؟ طيب ايه تاني بقى؟ ودي اهم حاجه، واللي انا يعني اكتر حاجه بتعجبني في موضوع الورقه والقلم ده، ان انا اقدر، تمام، اتابع بالخطوات، تمام، والايام. يعني ايه؟ يعني تعالى كده نشوف انا المفروض بنسقها ازاي، او اصلا برسم ورقتي ازاي، تمام؟ انا اصلا برسم ورقتي ازاي؟ انا باجي المفروض معايا اول الشهر، باجي معايا اول الشهر المفروض بحط ايه الاوبجكتيف نفسها، تمام؟ الاهداف اللي المفروض هلعب عليها، تمام؟ تمام، الاهداف دي بتتقسم لحاجات مختلفه، بتتقسم لاربعه اربع نقط اساسيه على حسب كل اسبوع، تمام؟ وببتدي هنا بعمل الاهداف دي بتتحط ايه؟ واحد اتنين تلاته،
تمام، وبيحط اهداف اساسيه. تمام، بعد الاهداف دي بالاسبوع، تمام، فابتدي اقسمهم ايه، مثلا هنقول A و B و C و D. تمام، فانا دلوقتي عايز اعمل حاجه معينه، ببتدي اقسمها، بقول والله انا عايز اخر الشهر اكون خلصت مثلا مذاكره الاي سي يو مثلا. تمام، طب انا هقسمها ازاي؟ او انا اول اسبوع هاخد الاون بيج، تاني اسبوع هاخد التكنيكال، تالت اسبوع هاخد مثلا الاوف بيج، وفي اخر اسبوع هبتدي اراجع على كل النقط دي. فيبقى انا كده عملت برين ستورمنج مع نفسي، وقدرت اراجع على الابديتس، وقدرت ان انا اطور من نفسي في الجزء ده. فانا اوريدي اخر الشهر انا اوريدي عامل لنفسي ابديت في الاي سي او بشكل كامل. تمام، طيب بعد كده بحط ايه، كي بي ايز. تمام، احط كي بي ايز. تمام، انا مش عارف ترجمتها بالعربي ايه، مش عارف اكتبها بالعربي، لكن هي المعايير اللي انا بقيس عليها الكلام اللي انا حاطه ده صح ولا غلط. تعالى كده نتيست الكلام ده بناء على اللي احنا قلناه. احنا دلوقتي مراجعه، تمام، وتحديث كل ما يخص مثلا الاي سي او. تمام، هنقول كل ما يخص مثلا ايه الاي سي او، عشان الناس اللي بتاخد سكرين كده تبقى متابعه. طب الاسبوع الاول مثلا هناخد ايه، الاون. تمام، خلاص انا حاطط لنفسي الاوبجكت ده. الاسبوع الثاني هاخد الاوف. تمام، الاسبوع الثالث هاخد التك. تمام، خلاص، فانا حطيت لنفسي الكلام ده. الكلام ده على فكره مش هياخد منك اي وقت خالص. تمام، يعني انت مش هياخد منك اي وقت اطلاقا. تمام، وباجي مثلا الاسبوع الاسبوع اللي بعد كده، مثلا هنقول مثلا جوجل رول مثلا. تمام، فانا براجع جوجل رولز في الاخر، فخلاص انا قدرت ايه، الم الدنيا بالنسبه لي. طب الكي بي ايز بقى بتاعتي هنا ايه؟ انا يعني شاطر جدا وراجعت وخلاص، انا ايه اللي هيخليني احكم هل انا كده وصلت اصلا ولا لا للاوبجكتيف بتاعت اخر الشهر؟ تمام، الاوبجكتيف بتاعت اخر الشهر انا كده قدرت اوصل لها اصلا ولا لا؟ هقول والله ان انا ادون مثلا كل اللي عرفته مثلا في مقالات. تمام، هدون كل ايه اللي عرفته في مقالات. طيب هنا بقى في حته تركية كده بقيت اعملها ايه، اللي هو الكي بي ايز. انا خلاص ان انا هطلع منها ان انا هذاكر اس اي واطلع المقالات. طيب بعد كده بقى حققت الاوبجكتيف دي، طيب الدوكمنت بقى بتاع ده ايه؟ تمام، او مش الدوكمنت، ببتدي انا اكتبها ايه، الريزلت بتاعت الكي بي ايز. يعني ايه الريزلت بتاعت الكي بي ايز؟ يعني دلوقتي ذاكرت الاي سي او. تمام، بعد ما ذاكرت الاي سي او طلعت الكي بي ايز بتاعه وفهمت. طب انا بقى محتاج اوثق ده بشكل فعلي. طب اوثقه ازاي، او استفيد منه ازاي بشكل عملي؟ تمام، ابدا تمام في مشروع مثلا شخصي. تمام، انا محتاج بقى اطلع نتيجه. تمام، او مثلا ان انا اكتبه تمام في مقالات على موقع. تمام، او بلوج او اي حاجه. المهم ان انت تطلع نتيجه من الاهداف دي، مش ان انا ذاكرت وبقيت شاطر وفي الاخر انا عرفت. طب ما ليه اطلع، ليه ما اطلعش من النتيجه نتيجه واحط الاوبجكتيف بتاعتي كلها؟ طيب انا بعد ما بحط الاوبجكتيف دي المفروض بعمل ايه اصلا الناحيه الثانيه، او انا المفروض بحط ايه تاني؟ باجي هنا بكتب كل الحاجات اللي انا مسؤول عنها مع بدايه الشهر، وابتدي احذف واشيل منها الحاجات اللي انا مش متابعها. يعني مثلا انا دلوقتي عندي مثلا الشركه، مثلا عندي ماركتينج. تمام، خلينا كده نقول عندي مثلا هنا فين ماركتينج منتور. تمام، ده موضوع فولو اب معايا، ما ينفعش ان انا اسقطه. تمام، عندي مثلا الشركه بتاعت مثلا، تمام، خلينا كده نقول تمام، عندي الشركه الثانيه اللي بتابع معاها بتاع البيزنس كوريكتور. طب عندي ايه تاني؟ عندي في حاجات برضو بتابع معاها، حاجات بقى الاساسيه اللي انت اصلا داخله معاك الشهر الجديد. عندي المفروض الشهر ده مثلا عندي مثلا في الحاجات اللي بتابعها، مثلا عندي معايا مثلا مشروع في الاي سي او. تمام،
تمام، ده مشروع ومكمل معايا. الحاجات اللي داخله معاك الشهر الجديد، تمام، الحاجات اللي داخله معاك الشهر الجديد. بعد كده معايا ايه تاني؟ والله المفروض ان انا معايا مثلا كونتنت بروجكت، او معايا مثلا عندي مثلا ايه تاني بفولو اب معايا، مثلا عندي كونتنت، تمام، بروجكت، تمام. فبتكتب كل الحاجات، بتكتب كل الحاجات اللي انت محتاج تفولو اب معاها، الحاجات اللي انت ما ينفعش لازم كل يوم كده تفتح الصفحه دي، طب انا عملت ايه في ده، وصلت في ايه ده، وما الى ذلك. تحط الايه الاوبجكتيف، تحط الحاجات اللي انت بتعمل عليها فولو اب، الحاجات اللي انت بتعمل عليها ايه فولو اب. طب خلاص انا عملت السيت اب للشهر وفهمت الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي، تمام. طبعا طبيعي ان انت هتكتب، يعني دي حاجه بيولوجيك، ان انت هتكتب ان الشهر ده مثلا احنا بادئين هنا كام. حاجه مهمه قوي الارقام، يعني الارقام حاجه مهمه جدا. يعني هنا مرقمين الاهداف ثلاثه، عندي 4 اسابيع او 5 اسابيع، يعني الكي بي ايز عندي واحده، فخلاص تمام. انا دلوقتي هبدا في ده من 1 10 مثلا 20 22. على فكره مش لازم 1 10، عشان في ناس بتستنى تقول خلاص انا هبدا من اول الشهر والقصص دي، لا انت على فكره عادي ممكن تبتدي من النهارده ال 23 مثلا 29 22، مش لازم بقى تستنى اول الشهر والقصه دي، لان الحاجات دي انا كنت بستنى خلاص يا جماعه. انا لما اجي اقول لنفسي انا هعمل حاجه، لا عادي زي الناس الطبيعيين كنت بقعد اقول ايه، انا هبتدي من اول الشهر، من اول السنه، من اول الاسبوع، المهم اول حاجه، لا هو من اول دلوقتي، يعني نخلي كلمه من اول دي خليها من دلوقتي، تمام. فخلاص انا حطيت الحاجات اللي انا بفولو اب عليها كل يوم والحاجات اللي انا بتابعها، تمام. انا مثلا عندي الاس اي او تيم مثلا، تمام، الناس دي داخله معايا الشهر الجاي، تمام، او انا معايا من دلوقتي، تمام. انا دلوقتي جيت في نص الشهر، الكونتنت بروجكت خلص، العميل خلاص قفلنا او خلصنا وما بقتش اتابع معاه، برجع في اول حاجه وايه واكتب جنبها مثلا هنا، مثلا بروح اعمل كده اند، تمام، خلاص، واقول مثلا هو خلاص خلص معايا يوم 15 مثلا 10، خلاص هو خلص معايا، فانا او مثلا هنقول هنا 15 9، تمام، فهو خلاص وقف معايا 15 9. اليوم ما هاجي اراجعه، تمام، خلاص انا عارف ان الراجل ده وقف معايا من يوم 15 9. انا بتابع التيم بتاع الاي سي او، تمام، بتابع التيم مثلا بتاع الويب، تمام، الويب سايت، تمام. طب عندي مثلا في حاجه تاني المفروض بتابعها، عندي مثلا منتور مثلا ميتينجز، تمام، تمام، منتور ميتينجز. انا بحاول اجيب لك من الواقع بتاعي، بحيث ان انت تشوف حد فعلا مطبق الكلام ده وبيحقق بيه، تمام. عندي مثلا ايميل، تمام، تشيك، تمام، افري داي، تمام، كل يوم نعمل تشيك مثلا، خلاص. فدي الحاجات اللي انا بعمل عليها فولو اب، الحاجات اللي انا بعمل عليها فولو اب كل شهر، كل فتره. طيب بعد ما حطيت الحاجات دي ببتدي ايه، احط قدامها ايه دايركت كده الكي بي اي، تمام. انا دلوقتي عندي عايز اعمل ايه في ماركتنج مثلا منتور الشهر ده، تمام، وهوصل بيها لايه، تمام. عايز مثلا اعمل ايه في مثلا في بزنس في الكي بي اي بتاعتها، تمام، عايز وابتدي احط كي بي اي لكل حاجه منهم. خلاص انا دي صفحه اول الشهر، او اول مره ابتديت فيها، او اول يعني اللي انت هتبتدي من حيث ما هتبتدي، تمام. طيب خلاص احنا كده حطينا الاوبجكتيف بتاعت الشهر وعملنا الفولو اب بتاعنا وماشيين، تمام. كل يوم هتفتح الصفحه دي عشان تشوف انا وصلت لفين في الموضوع ده، عشان لما تحس بتانيب الضمير بتاعك لا هتشتغل، هتلاقي اللي هتقول اه ده في مشروع كان معايا مش عارف ايه، عميل مش عارف ايه، وما الى ذلك. والقائمه دي بتتحدث. بص في حاجه كده اساسيه اتعلمتها، اللي هو ايه، مفيش بلان ثابته بنمشي عليها، البلان ابديتد، لان دايما ليها كنترول، يعني اي بلان بتتحط لازم بيكون ليها كنترول. مفيش كنترول يبقى البلان دي يا اما ما بتحققش نتائج، تمام، يا اما البلان دي اتحطت في الدرج، تمام. يعني انت البلان بتاعتك بتحقق نتائج، اه يبقى انت بتسكيل عليها، بتعدل عليها، بتطلع منها النتائج بتاعتك وما الى ذلك. انما انت خلاص حطيت الجزء والكي بي ايس وماشي عليه، طب ما انت لازم تفولو اب، ما عملتش فولو اب يبقى الدنيا في الايه، في الضياع. طيب تعالى كده بقى نشوف
الورقه بتاعت الورقه بقى بتاعت ايه الايام معايا بتمشي ازاي، وازاي خلاص انا فهمت كده الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي، ازاي بقى بفولو اب بير داي. تمام، باجي بعد كده بقى ايه في الصفحه. لذلك انا ما بينفعش معايا اجنده، ولا بينفع انا بروح اجيب حاجه كده كبيره، عشان يا اما بمشيها بالكوارتر يا اما بمشيها بالشهر، علشان وفي الغالب دايما دايما بحب ايه ان هو يبقى بالكوارتر، بحيث ان الامور تبقى ماسكه بعضها. تمام، بالسنه دي هيبقى تقيل قوي وهشيل كتير، بالشهر ده هتبقى قليل قوي. طب تعالى كده، انا المفروض كده ايه خلاص بقسم اليوم، او دي النوت بتاعت كل يوم. ببتدي ان انا هعمل ايه دلوقتي، ببتدي هاجي في الصفحه الثانيه، ببتدي اول حاجه واهم حاجه لازم أنا اعملها باجي هنا وبحط بدايه ونهايه كل يوم. يعني انا دلوقتي اليوم بتاعي بيبدا من الساعه كام؟ من 9 ل 10، تمام، او من قبل اصلا كده كمان، من 8 ل 9، تمام، من 9 ل 10، تمام، من 10 ل 11، 11 12. وعلى فكره انا كل يوم بعمل كده، ثانيه واحده بس عشان كده، كل يوم بعمل كده، تمام، يا اما اخر اليوم اللي قبليه يا اما الثاني يوم الصبح، تمام، من 10 ل 11، من 11 ل 12، من 12 ل 1، من 1 ل 2. على فكره في ناس ممكن ما يكونش عندها صبر تعمل الكلام ده، بس هو الكلام ده بسيط وسهل جدا جدا، ولو انت اتعودت عليها هتلاقي نفسك بتعمل كده زي الصلاه، انت خلاص حاجه اوتوماتيك انت بتعملها. لتلاته، من تلاته زي ما انت بتروح الشغل كده كل يوم، تلاته لاربعه، من اربعه لخمسه، من خمسه لسته، من سته لسبعه، من سبعه لتمانيه، تمام، من تمانيه لتسعه، تسعة بعد كده من 9 ل 10، من 10 ل 11، 11 ل 12، تمام، وباخد سبيس كده، تمام، بعد كده من 12 ل 1، من 1 ل 2، تمام. ده بالنسبة لي اليوم، تمام، خلاص أنا حطيت التواريخ بتاعت كل بتاعت الساعات. وانس ان انا حطيت اي اوبجكتيف بتاعتي والاوبجكتيف دي مش لاقي لها ساعه، فاوريدي مش هينفع تتحط، تمام، انا حطيت لها ساعه وحطيت لها وقت، فاوريدي مش هينفع تتحط، خلاص انا هحط فين؟ انا اليوم اصلا بالنسبه لي اتقفل. طب عشان تنسق ده، ما ينفعش ان انت تحط ديسيشن ميتنج او حاجه هتعملها في نفس اليوم على نفس اليوم. يعني ما ينفعش كده احنا النهارده عندنا هنعمل ميتنج، لا ما فيش الكلام ده، لازم يكون في سكادول من قبلها وفي ميتنج بوينت بتتعمل عشان تقدر تدخل ميتنج. حتى لو انت مديرك قال لك تعال نخش ميتنج، قول له ماشي احنا دلوقتي هنخش ميتنج، حلو، ايه النقط اللي محطوطه في الميتنج؟ الميتنج بوينت ايه؟ وايه المينتس اوف ميتنج اللي المفروض هتتحط؟ حتى لو كان مديرك على فكره، انت موظف، لو انت شغال موظف، عشان في ناس بتبقى لا قال لي تعال ادخل ميتنج، اوكي هتعمل ايه؟ يعني احنا داخلين نعمل ايه؟ مش هندخل بقى احنا 5 6 10 في الميتنج وكل واحد هيقول كلمتين وفي الاخر يلا خلصت فركشنا خلصنا، لا لازم يكون في نقط في الاجتماع، تمام. انا دلوقتي عندي تاسك معين، طب التاسك ده انا هعمله هيمبروف معايا في ايه في البولز اللي انا حاططها في كل الشهر، تمام، الحاجات الطارئه اوكي. طيب انا دلوقتي جيت عندي حاجه طارئه ممكن اروح اضيفها واروح مشغلها معايا من يوم معين. طيب تعالى كده بقى، شايف انت الحاجات اللي احنا حطيناها دي، تمام، بتتحط بير داي، يعني المفروض ان احنا بناخد الايه الكلام ده كله وننزله كل يوم. انا دلوقتي عندي نقط اساسيه، انا عندي ايه نقط اساسيه ببتدي اشتغل عليها وحاططها. انا دلوقتي عندي مثلا خلينا بس عشان ما نقعدش ايه نكتب كده سنين، عندي مثلا ماركتنج منتور، تمام، انا عندي نقط اساسيه ببتدي ايه اتبعها بقى، انا خلاص حطيتها، فانا عندي نقط ايه المفروض هتتابعها، تمام. طيب ماركتنج مينتور، عندي ايه التيم لازم يتابع، عندي الجزء اللي ليه علاقه بالبروجكتس، تمام، ايه المشاريع اللي معانا يا شباب، ايه وصلنا فين، وصلنا لفين مع ده، وصلنا لفين مع ده، عملنا ايه مع ده، ما عملناش ايه مع ده، القصص دي كلها، تمام، البروجرامز
تمام. البروجرامز وصلنا فيها لفين؟ في ابديتس احنا شغالين على ايه دلوقتي؟ على ان احنا بنابجريد الكونتنت بتاعها، ولا بنشتغل على ميل ليست، ولا ان احنا بنكريت ورك سبيس، ايا كان بقى احنا بنعمل على ايه، على ايه دلوقتي؟ تمام. غير مثلا عندنا مثلا حاجه انديفيدوال، تمام، عندنا مثلا او في شركه معينه مثلا بفولو اب معاها، تمام، ففي في نيو اورجنايزيشن مثلا شغالين معاها، تمام، خلاص انا كده خلصت ان انا بفولو اب. طب هنا بقى باجي هنا انا التيم المفروض هراجع معاه ايه؟ والله انا بكره عندي ميتنج مثلا مع بتوع الاي سي او، تمام. طب انا هنا عندي في البروجكتس، تمام، هنا معايا بروجكت ايه، معايا بروجكت ايه، تمام، ومعايا بروجكت عبد الصمد، تمام، ومعايا بروجكت اسامه مثلا، خلاص البروجكتس دي، تمام. طيب حلو، انا البروجكت ده النهارده فيه ايه، البروجكت ده ايه، فيه ايه، والدنيا فيها ايه، عندي البروجرامز مثلا احنا الشهر ده حاطين، ثانيه بقى كده، حاطين اوبجكتيف في البروجرامز هنا، تمام، ان احنا هنعمل نيو بروجرام. فهنا انا ايه اللي هعمله في النيو بروجرام عشان اوصل لاخر الشهر؟ والله في النيو بروجرام ده احنا المفروض النهارده عندنا ريكورد، تمام. طيب حلو قوي. طب عندي شركه جديده دخلت، حلو قوي، نرجع بقى ناخد الشركه الجديده دي كده، تمام، خلاص، ونروح حاطينها هنا. انا عندي جالي اوفر مثلا، تمام، ان انا انزل انترنشيب في مكان، حلو جميل، اروح حاطه في ان انا، طب يا جماعه انتوا عايزين انترنشيب، حلو قوي، اخر الشهر عايزين نوصل لايه، الامور ماشيه ازاي، وابتدي ابقى عارف، تمام، خلاص انا خدتها هنا، دي حاجه من الفولو اب اللي انا بعملها. طيب تمام، تعالى كده هنعمل بقى ايه، بيرث داي بقى كل يوم. طب في حاجات مش بعملها كل يوم، عادي جدا هتكتبها برضو، عادي جدا، وهتيجي قصادها وتعمل اكس، تمام، ان انا اليوم ده ما عنديش فيه حاجه بالنسبه للموضوع ده، انا اليوم ده بالنسبه لي مش عندي فيه حاجه، خلاص انا اليوم ده بالنسبه لي فاضي، تمام. طيب خلاص عملنا ايه بقى، هنيجي هنا نعمل حاجه حلوه قوي قوي قوي، ودي الحاجه بقى اللي هتبين لك انت اصلا يومك شايل ايه ومش شايل ايه، وهل انت اصلا منظم يومك بالظبط ولا لا. طيب انا دلوقتي عندي نقطه حلوه قوي، انا عندي دلوقتي الحاجات اللي انا حطيتها محتاج اعملها دي، لازما لازم بقى، هنا بقى التريكه اللي تقريبا فرقت معايا 180 درجه، لازم الحاجات دي تنزل في تواريخ، يعني انت لو خدت الحاجات دي ورصيتها وما نزلتش فيها في تواريخ، فانت اوريدي هتيجي هتلاقي نفسك اخر يوم ما عملتش نصها، هتلاقي في حاجات ضاعت، هتلاقي في حاجات مش موجودة، هتلاقي ان اليوم بيضيع منك وانت في حاجات كتير ما عملتهاش، او ان انت عملت حاجات بسيطة وبقيت اليوم انت قاعد بتلعب. فانت، طب انا دلوقتي برص حاجة وبالنسبة لي اليوم خلص، طب يبقى انت لازم ترحل، فهتلاقي نفسك معاك اليومين وثلاثة قدام انت لامم الامور بتاعتك، عارف انت الامور بالنسبة لك ماشية ازاي، قادر ان انت تشوف انت حجم استثماراتك في نفسك وفي شغلك قد ايه، قادر تقيس وتطلع مقاييس لكل حاجه، تمام، وقادر كمان بعد كده تشوف الموضوع اللي انت، يعني انا دلوقتي عشان اتابع التيم مثلا بياخد مني ساعتين، طب يا شباب احنا بعد كده هنخش ميتنج الصبح النص ساعه، نسكادول الشغل بتاعنا ايه عشان ننجز، انا مش هينفع كده نخش ساعتين ونقعد بقى ساعه نرغي في اي كلام، انتوا احنا كده بناخد ساعتين كتير قوي وده قليل قوي، فخلاص يبقى احنا عندنا ميتنج، تمام، هنا ميتنج، تمام، اور تيم، تمام، بس خلاص انا كده عارفين احنا بنعمل ايه، احنا عندنا يا جماعه ميتنج من 8 ل 9 بس، خلاص، وبيبقى محطوط في سكادول من قبلها، فانا خلاص عارف الدنيا في ايه. طب انا دلوقتي عندي مثلا البروجكت مثلا بتاع ايه، خلاص البروجكت بتاع ايه، احنا عندنا مثلا هنعمل هنشتغل فيه مثلا على اليو اي مثلا، تمام، هنتابع شغل اليو اي بتاعه وايه واليو اكس علشان نقدر نشوف هل الامور فيه مناسبه ولا لا، فخلاص يبقى ده هنقول كده انا عندي المفروض بروجكت، تمام، بي البروجكت اللي هو بتاع بي اللي احنا اصلا مسجلينه، تمام، تبع بزنس كوريكتور مثلا، تمام، تبع بزنس كوريكتور ده، البروجكت ده هنريفيو مثلا، تمام، على هنريفيو على الايه، هنريفيو على اليو اي مثلا واليو اكس بتاعه، تمام. فخلاص انا بالنسبه لي الامور بقت فيه، طب خلاص هنشيل دي هنا، تمام، هنراجع الايه اليو اي واليو اكس بتوع، او هنراجع مثلا او ايا كان يعني اللي احنا هنعمله في البروجكت ده، فده اللي احنا هنمشي عليه، تمام. طيب حلو قوي، فببتدي ارحل الامور كلها بالنسبه لي، وابتدي اشوف الامور بالنسبه لي مشيت ازاي، وقدرت ان انا اشتغل على ده ولا لا. طيب انا خلصت ده، خلاص انا بالنسبه لي خلصته،
تمام، وخلصت ده بالنسبه لي خلصته تمام. طب الميتنج ده بقى المفروض بيعمل ايه؟ المفروض ان انت عندك حاجات بقى، يجي هنا دور التكنولوجي، انت عندك حاجات بتدوكمنت فيها الكلام ده، افتح فايل وورد لكل بروجكت او لكل حاجه، وفي الدرايف بتاعك ودوكمنت، احنا دخلنا الميتنج عملنا 1 3 4 الكول تو اكشن بتاعته كذا كذا كذا، خلاص. انا هنا مش بسكادول او بطلع نتائج الحاجات اللي انا بعملها بشكل كامل، لا، انا هنا بتابع وبفولو اب علشان اقدر اوصل للاوبجكتيف بتاعتي، وصلت لايه، الامور بالنسبه لي مشيت ازاي، وتبتدي تملى اليوم بتاعك بالحاجات اللي متابعها معاك. والله انا مثلا عندي مثلا اللي تشيك بتاع، وهتلاقي مع الوقت انت بتحط حاجات ستاندر اوريدي انا كل يوم بعملها، فخلاص دي وقتها دايما كذا كذا. فلما تيجي مثلا يتحط لك مواعيد، يا جماعه احنا هنتقابل مثلا الساعه 9، لا يا جماعه معلش انا من 9 ل 10 كل يوم ما عدا الجمعه انا مش فاضي، تمام. فخلاص انت هتلاقي نفسك انت دماغك مترتبه، وبجد ما تحطش سكادول بير داي، يعني انت مش النهارده يلا بينا هنعمل كذا، تمام، لا مفيش حاجه اسمها كده. انت لازم تكون، الا بقى لو انت مثلا عندك وقت مش مفهوش حاجه هتتعمل، تمام، فانت اوريدي مثلا رحت فيه في حته، خرجت فيه في حته، خلاص انت اوريدي مسكادول اليوم بتاعك في نفس الوقت. الا مثلا لو انت هتعمل كول في نص اليوم في حاجه، في المواصلات هتعمل حاجه، القصص دي كلها، دي حاجات هتلاقي كده اكسبشنز بتعدي منك، تمام. طيب حاجه بقى تانيه، ده كده اليوم معاك، وازاي هترص اليوم. طبعا طبعا شور، لازم تحط التاريخ، انا مثلا النهارده يوم 24/9/2022. وانس ان انت او وقت ما هتعوز ترجع لليوم ده، انت عملت فيه ايه؟ لا انا متاكد ان انت هتروح وهترجع وهتفتكر كل حاجه. حاجه بقى تانيه كنت انا بقع فيها قبل كده، بكتب الحاجات وفيما بعد برجع مثلا بعدها بشهر ابص كده وراجع انا ماشي الدنيا بالنسبه لي ماشيه ازاي، بلاقي نفسي في حاجات انا كاتبها انا مش عارف هو ده ايه، طب هو ده كان مع مين، طب اصلا مين ساره دي اللي انا كاتبها، ومين محمد، مين الناس دي، تمام، وابتدي اقعد افتكر. فخلي بالك لما تكتب حاجه حاول تكتبها وتربطها دايما في ذهنك بان الموضوع ده، انا عارف محمد ده بتاع بروجكت كذا، او عارف ان الكورس ده بتاع ديل كذا، عارف ان البروجرام منتور ده بتاع كذا، عارف ان ده، وابقى مسكادول الامور بتاعتي بشكل كويس. تقدر تتابع بقى ايه اليوم بالنسبه لك. طبعا انت عندك، احنا كده رصينا الوقت كله، تمام. طب انا مش هاكل، مش هصلي، مش عارف ايه، لا الكلام ده هتلاقيه الوقت، هتلاقي وقت ان انت تاكل، بس بدل ما تقعد تاكل في ساعه، لا انت عارف ان انت عندك مثلا في ربع ساعه سقطت منك هتعرف تاكل فيها، في عندك وقت معين، لو انت عندك وقت معين للغدا، انا الثابت بتاعي ان انا بتغدى من 6 ل 7 او من 4 ل 5، خلاص انا عارف ان ده حقيقي، انا ده بالنسبه لي وقت غدا، وهحطه في السكادول ان انا الوقت ده مش هحطه قدامه اي حاجه لان ده وقت الغدا بتاعي. في رمضان مثلا فانا عارف ان الفطار هيكون من الساعه، فخلاص ده بالنسبه لي محدود وما الى ذلك. فدي امور كلها تقدر ان انت تنسقها، لكن لازم تمشي، او مش لازم، ممكن في ناس ما ينفعش معاها الطريقه دي، في ناس ينفع معاها طرق تانيه، في ناس على فكره خدت مني الطريقه دي وعملت عليها ابديت ونفعت معاها بشكل كبير، في ناس شالت حاجات، فانت كل حاجه بتحطها براحتك، تمام، بتحطها زي ما انت عايز، يعني كل حاجه بتحطها زي ما انت حابب، وتقدر ان انت بقى تأديت وتعدل زي ما انت عايز براحتك، وبتشيل اللي انت عايزه وبتشيل اللي انت عايزه، والحاجات اللي بتخلصها بتعمل عليها مارك، الحاجات اللي ما خلصتهاش تمام تبتدي ان انت تعمل قصادها، بتعمل قصادها غلط، وتقول والله انا مثلا عايز ان ده بالنسبه لي غلط ما عملتوش، تمام، ده بالنسبه لي غلط انا ما عملتوش، وتبتدي ترحل ايه الناحيه الثانيه في النكست داي، ترحل في الناحيه الثانيه ايه في النكست داي، تمام. في بقى برضو نقطه ثانيه انا ضفتها ليا كده على جنب، باخد كده ربع معين كده في الصفحه وبكتب فيه نوتس معينه، تمام، اي حاجه بقى ليها محتاجه تتعامل، انا عايز بعد الميتنج ده، تمام، اكلم مثلا اكلم محمد، تمام، انا عايز افتكر، فهنا كول تمام محمد، تمام، فخلاص انا بالنسبه لي دي انا فاكرها اعملها، تمام، ممكن بقى اعملها وانا في العربيه، ممكن اعملها وانا باكل، ممكن اعملها، فخلاص انا
بعمل هعرف ان انا هصطاد الكل دي امتى، تمام؟ ايه بصطاد الكل دي ايه امتى، تمام؟ وحاولوا على قد ما تقدروا تبعتوا تبعد عن المشتتات، يعني ابعد عن الواتساب شويه وانت شغال، اعمل الموبايل سايلنت وحط على وشه وسيبه مع نفسه، هتنساه والله، هتنساه، هتنسى ان بقى كل لما تيجي تبتدي في شغلانه يحصل حاجه، كل لما مش عارف ايه تقعد ترد على ده، طب مش عارف ايه، طب والجروبس بقى اللي فيها كل اعضاء الشركه وكلنا بنقعد نخش في موضوع وبتاع الحسابات يقعد يتكلم عن الكونتنت وهو ملوش فيها اصلا، ولا احنا نقعد نقول مبروك وكونجراتيليشنز على عيد ميلاد مش عارف، وقصص كده وحوارات، الحوارات دي يعني بتضيع البرودكتيفيتي بشكل لا تتخيله. فخلي بالك ايه من النقط دي بشكل كبير. طيب حاجه كمان، احنا دلوقتي خلصنا اليوم ده، رحنا اليوم اللي بعديه، انا اليوم اللي بعديه البروجكت رقم ايه كان خلاص بالنسبه لي خلص، البروجكت رقم ايه ده بالنسبه لي خلص، وده كان اخر يوم للراجل معانا وخلاص بالنسبه لنا المشروع خلص. بنيجي بقى في البروجكت اللي بعديه، خلاص انا بكتب بي وسي او بي او او ايا كان بقى البروجكت ايه، وما بكملش في ايه وبرجع بعد كده ايه اخلص، تمام؟ طيب باجي بعد كده المفروض بعمل ايه، او المفروض اشتغل على ايه تاني؟ ببتدي اشتغل على الجزء اللي ليه علاقه بنهايه الاسبوع. ببتدي نهايه كل اسبوع اروح فاتح كده ايه نوت جميله كده، تمام؟ واروح ايه مراجع بقى ايه الاسبوع بتاعي ده اللي حصل فيه، تمام؟ ايه الحاجات اللي تمت ما تمتش، محتاج اخلي بالي من ايه، في موقف حصل معين ابن لذينه انا محتاج اراجع الدنيا فيه، الامور دي كلها اخر كل اسبوع. على فكره مش شرط يكون اخر كل اسبوع بالنسبه لك الجمعه، ممكن يكون اخر اسبوع هو الاثنين، ممكن يكون الثلاث، ممكن يكون الخميس، ممكن يكون السبت، براحتك، تمام؟ فبتبتدي كده ايه تعمل ايه ولا اي حاجه، هتيجي كده هنا وتكتب وتراجع كده الحاجه بتاعت الشهر والحاجه بتاعت الاسبوع اللي فات او الاسبوعين اللي فاتوا، وتبتدي تكتب النوتس بتاعتك، تمام؟ والله انا دلوقتي مثلا الحاجات البوزيتيف، تمام، ان انا الايه الاون بيج بالنسبه لي اند، تمام اند مثلا الجزء اللي ليه علاقه بايه الاون بيج فور. طبعا انا اكتب لك حاجه واحده، انت طبعا هتحط الاهداف بتاعتك، وعلى فكره لما تحط الاهداف خليك قوي بقى سبيسيفيك فيها، وخليك واضح وعارف انت عايز تعمل ايه مش عايز تعمل ايه. مش شرط على فكره ان انت تحط انا عايز الشهر ده اعمل 60,000 هدف، مفيش الكلام ده، يعني انت ممكن تحط اوبجكتيف واحده بس وتحققها، احسن ما تحط ثلاثه اربعه اوبجكتيف وانت بالنسبه لك ما عملتش اي حاجه، او الدنيا بالنسبه لك ما حققتش نصهم، فانت هتيجي في الاخر تقعد تحسر نفسك انا للاسف عملت حاجتين من سته. يا باشا اصلا انت الاصل بتاعك ومجهودك ووقتك وقدراتك اتنين، خلاص ما هتعمل ايه تاني؟ بس انت ما دام مالي وقتك مظبوط وعارف تستغله خلاص، يبقى انت كده اوريدي الدنيا تمام، تمام؟ فانت بالنسبه لك الدنيا تمام. طيب الحاجات بقى اللي انا ما عملتهاش والحاجات اللي سقطت مني، حلو، انا في حاجه سقطت مني، طب اقدر اعملها في الويك اند؟ هقدر اعملها، خلاص يلا بينا نقفل الاسبوع بشكل كويس. في حاجات انا كنت ماجلها لاخر الاسبوع اقدر اعملها، اقدر اعملها، وابتدي اطلع المين بوينت اللي انا واقف عليها والمين بوينت اللي انا محتاج. على فكره ممكن تكون مقسم وقتك ان انت شغلك مثلا بيبتدي من 9، لو انت شغال فول تايم بيبتدي من 9، تمام، وبعد ما تخلص من 9 بتقسم اليوم، ممكن تقدر تقسم اليوم زي ما انت عايز، يعني انا مثلا الشغل بتاعي مثلا كده، مثلا ممكن تقسم اليوم بتاعك من 9 ل 10 وبعد كده بتخلص مثلا من 10 ل 5، ومثلا من هنا من مثلا من 4 انت بتخلص 5 وبعد كده بتروح، فانت معاك مثلا وكلت وشربت ولعبت واتغديت وقابلت اصحابك وعملت كل ده في ال3 ساعات دول، بعد كده انت عندك المفروض مثلا هتنام الساعه 12، تمام، فخلاص هنا اليوم بالنسبه لك تمام، فانت عندك هنا 1 2 3 عندك 4 ساعات دول مثلا هتعمل فيهم حاجه تانيه، تمام، فحلو قوي، فانت قادر تنسق الامور، وهتسال نفسك الاوبجيكتيف بتاعت كل حاجه ايه، تمام، الحاجات اللي انت بترتب عليها الامور دي ايه. انا والله طب انا دلوقتي كل يوم بروح الشغل من 9 ل 5، هل ده فير بالنسبه لي؟ هل انا بالنسبه لي فير الاوبجيكتيف بتاعي؟ ممكن يكون الاوبجيكتيف بتاعتي ان انا اجيب فلوس علشان اصرف على نفسي، ده فير؟ اه فير، والمرتب مكفيني، حلو قوي،
تمام، يكون فير ان انا بانفست في 20% من المرتب، فانا باخد المرتب وبانفست في 20% عشان اصرفهم على الاربع ساعات دول، ان انا اروح ان انا اروح كورس او اروح منتور بروجرام او ان انا اجيب بيه كتب واقراها في الاربع ساعات او ايا كان. ده فير، فير تمام، ما دام بيحقق الاوبجكتيف بتاعتك اللي انت حاططها، ده فير جدا تمام. طب انا بالنسبه لي انا في او وقت بتاع الشغل ده، الاوبجكتيف بتاعتي ان انا اخر الشهر مع الشركه اللي انا شغال فيها اكون وصلت لاوبجكتيف شخصي. في اوبجكتيف شخصي جوه الشركه؟ اه طبعا، انا الشركه دي شغال معاها في الاي سي او، فانا الاوبجكتيف بتاعتي ان البروجكت ده بالنسبه لي بتاع الشركه اللي انا شغال معاها فول تايم، اقدر احقق لهم سيت اب كامل للويب سايت بتاعهم بالستراكشر بالداتا انفورميشن بالكلام ده كله. فدي اوبجكتيف خلاص انت حاططها لاخر الشهر تمام. والاوبجكتيف دي هتساعدك ان انت تقدر تقيم انت بتنتج في المكان ولا لا. يوم ما يجي حد بعد 3 شهور يقول لك على فكره انت الشهر ده ما انتجتش، لا لا لا، ثانيه واحده كده، تعالى كده، ادي اليوم الاول عملت فيه ايه، واليوم الثاني عملت فيه ايه، واليوم الثالث عملت فيه ايه، اخر الشهر انا طلعت ايه. وهتلاقي نفسك، لا يا باشا انت، انا ثانيه واحده، انا الدنيا بالنسبه لي تمام، وانا قدرت احقق الاوبجكت اللي احنا متفقين عليها واللي انا حاططها. فاوريدي هتلاقي نفسك المعلومه بتسند قوي قوي، المعلومه بتسند. انت لو معاك معلومه، معاك ارقام، معاك دوكيومنتيشن، الامور بالنسبه لك هتبقى زي الفل جدا، مش هتقدر ان انت تروح في اي حته تانيه تمام. فانت خلاص حسبت نفسك اخر الاسبوع، وعارف انت اخر الاسبوع بالنسبه لك الامور ماشيه ازاي تمام. فهنا مثلا نقول ويكلي تمام خلاص. فانت بالنسبه لك تمام، خلينا هنا مثلا نقول ايه بير ويك تمام، ونقول ايه بير ويك المفروض بالنسبه لك عامل ازاي، وتبتدي تحدد كل شهر انت اللي وقعت فيه. طب انا الاسبوع ده وقعت في حاجه، حلو، انا هضغط نفسي الاسبوع الجاي، وممكن مثلا اخد اجازه يوم من الشغل اللي انا فيه فول تايم، واخد اجازه عرض جدا، اي اجازه ايا كان، واقول لهم اليوم ده اجازه، واليوم ده ادبليكيت فيه المذاكره اللي كانت متعطله عندي، ويبقى انا استفدت فعلا بيوم الاجازه، مش خدت يوم اجازه عشان انام. على فكره البلان دي كلها از وورك تمام، ده للشغل، مش هنحط بقى نروح بقى نلعبكها، عشان مش مع القصه دي خالص، ان انا احط فيها الجيم، احط فيها ان انا اخس، واحط فيها ان انا ازور خالتي، واحط فيها ان انا اسافر في الويك اند ومش عارف ايه، ده اي كلام تمام. يعني ان انا احط كل ده مع بعضه، يبقى انا كده في عك تمام، مش فير بالنسبه لي. ممكن يكون ده بالنسبه لحد تاني تمام، على حسب يعني، ممكن يكون انت انجح مني في ده وانا فاشل في الحته دي، ان انا مش بعرف احط الحاجات كلها كده مع بعض، ممكن، ليه لا تمام. فانت بتحط الاوبجكتيف كل بتاعت الشهر، وبتحط الحاجات اللي انت هتفولو اب عليها عشان تقدر تعمل ايه الاوبجكتيف بتاعتك، او ان انت تنسق الامور بتاعتك. طيب ايه التولز الاونلاين بقى تمام اللي انا ممكن استخدمها عشان افولو اب عليها في وان داي تمام، عشان الناس اللي سالت، او الناس اللي بتقول انت بتستخدم مثلا تولز ايه اونلاين، في افري نوت تمام، دول اللي بستخدمهم اونلاين. وبستخدم اونلاين بس عشان حاجات معينه، مش يعني مثلا بستخدم ايفري نيوت ده عشان بسيف عليه كل البوس تمام، بسيف عليه كل البوسز بتاعتي تمام. انا عامل النوت، عامل مثلا 10 نوت، كل نوت فيهم تابع لباسوردز شركه معينه، اكونت معين، موضوع معين ايا كان، وحاطط ايه الباسوردز فيها زي ما يكون مثلا مونداي، بفولو اب عليها مثلا مع مثلا كلاينت تمام، بره في يو اس اي تمام، انا بفولو اب معاه حاجه معينه على البروجكت عشان نمشي في بروسس معينه، وابتدي فولو اب معاه عشان الديلي تايم بتاعنا مختلف شويه تمام. ده ممكن دول اكتر تو ابلكيشنز انا بستخدمه عشان اقدر ان انا اظبط ده. طبعا مع تريلو اللي مصر كلها بتستخدمه وما بيبصوش عليه اصلا، بس احنا بنستخدم تريلو بس في ايه ما نعرفش، احنا بنستخدمه بس بنفولو اب بقى عليه وكده، لا خالص احنا بس بنستخدمه خلاص،
تمام. فده ده اي كلام تمام. وانس ان انا تريل مش هيقدر يشيل معايا للسنه الجايه تمام، الاكونت هيضيع، الباسورد مش عارف ايه اللي هيحصل فيه، ايه الحاجه هيتمسح، سوفت وير يتعمل، حاجات بقى كتير تمام. ممكن انت الدوكيومنتيشن ده بشكل او باخر تمام، فانت تظبط على على الكلام ده. فانت بعد ما تحط الامور بتاعتك دي كلها وتظبطها، هتلاقي نفسك الامور بالنسبه لك ماشيه بشكل سريع، يعني انت قادر ان انت تقيم الامور بالنسبه لك ازاي. وطبعا كل صفحه بيكون يمين وشمال، فاوريدي انت 30 صفحه بلس الصفحه بتاعت المراجعه بتاعت كل اسبوع، والصفحه الاساسيه بتاعت اول الشهر، واخر شهر بقى تقعد تحاسب نفسك كده كل جزء ده حصل ليه؟ طب انا عملت ده ليه؟ طب البروجكت ده كملنا فيه ليه؟ طب البروجكت ده وقفناه ليه؟ طب ايه اللي حصل مع ده؟ طب ده انا بعد كده مش هدخل معاه ميتينجز، طب ده وتبتدي تقيم بقى الموظف ده تعبان وبالنسبه لي مهلك قوي، لا مش عارف، وانا الشغل اللي انا فيه مش احسن حاجه لاسباب معينه لطرق معينه، وابتدي فكر تمام، ثينك كده مع نفسك وابتدي فكر، وابتدي حط ده على الطريق بالنسبه لك تمام. على حسب طبعا كل شهر الاوبجكتيف بتاعتك ممكن تمشي فيها ازاي. وبالمناسبه كمان اول السنه لازم تحط اوبجكتيف معينه للسنه، ان انا السنه دي بتارجت حاجه معينه السنه دي والكي بي ايز بتاعتها. وبعد كده ممكن على فكره اقول لك كمان بالمره، احنا اول السنه المفروض ممكن نعمل ايه، بنيجي اول السنه نعمل برضو نفس الصفحتين دول، وبنقسم بنقسم الصفحتين دول كده تمام، مش عارف عملت ايه بس ماشي تمام. بنحط ايه الاوبجكتيف بتاعت السنه تمام، بنحط الاوبجكتيف بتاعت السنه كده، ثانيه احطها لك تمام، مش عارف تفشل بتاع تمام. وبعد ما احط اوبجكتيف السنه ببتدي احط ان انا محتاج اوصل لواحد اثنين ثلاثه على حسب. وبعد كده بحط بقى ايه ان انا عشان احقق اوبجكتيف السنه دي ببتدي اعمل ايه هنا مونسز تمام، بالشهر بقى تمام. وبحط في كل مونس واحد اثنين تمام، وبحط في المونس مثلا هنحط مثلا هنا مي مثلا تمام. طيب مي مثلا تمام، المفروض ان انا بحط فيه ايه، بحط فيه واحد تمام، واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام، حط مثلا جون تمام، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلاص أنا حطيت إن أنا الأمور بالنسبة لي هتمشي إزاي. فأنا فهمت أنا المفروض أول السنة عايز أوصل للثلاثة أو لا، ده إيه ده؟ ده اللي أنا أحط أول السنة أصلا ملوش علاقة، مش هقدر أحققه على مدار السنة، ده إزاي هقدر أعمل ده؟ تمام. فهتلاقي نفسك الأمور بالنسبة لك مش سمارت خالص، الأمور مش واضحه، فبتبتدي تأديت وتأديت لحد ما تلاقي نفسك عارف انت اخر السنه رايح لفين، انت عارف اخر السنه انت رايح لفين، والامور بالنسبه لك ماشيه ازاي. ما تبقاش انت ماشي انت مش عارف، انا السنه دي على الله الدنيا بالنسبه لي ماشيه كده، مش عارف انا هل انا ماشي بشكل صح ولا غلط، الامور بالنسبه لي كده تمام ولا لا ولا اي حاجه، انا ماشي وخلاص تمام. فده ده مش احسن حاجه، يعني ده مش احسن حاجه انت ممكن تعملها. فانت عارف الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع تعمل ايه، وانت ما طارق حتى لو انت ما حققتش ده، قادر ان انت تشوف ان انت ما حققتوش، قادر ان انت تفهم ان انا فعلا فعلا ما قدرتش احقق ده تمام. فدي من يعني ايه من الحاجات المهمه قوي اللي لازما تخلي بالك منها وتكون فاهمها بشكل كويس، ان انت فعلا لا انا قادر احقق ده او لا تمام. طيب خلينا كده نراجع سريعا اللي احنا بنقوله ده. احنا دلوقتي بنشوف انت بتبلان اليوم بتاعك ماشي ازاي، فاليوم معتمد على الاسبوع، والاسبوع معتمد على الشهر، والشهر معتمد على ايه السنه. فانا دلوقتي باجي اول السنه بقول انا عندي في السنه دي محتاج احقق الاوبجكتيف دي، وطبعا الكي بي اي سي اساسي معايا، فبحط ايه الكي بي اي معايا بشكل
اساسي. تمام. طيب بعد ما بحط الكي بي ايز بتاعتي، ببتدي اشوف انا هحقق ده ازاي على مدار الشهور، وهبتدي اقسم ده ازاي. انا السنه دي محتاج ان انا اكون بيرفكت از ديجيتال ماركتير، فانا هبتدي بالكونتنت، فهقعد على 4 اسابيع وهطلع فيه بروجكت. بعد كده هاخد الاس اي او مثلا، او هاخد الكونتنت في اول 3 شهور، ومثلا الاس اي او تاني 3 شهور، وابتدي امشي كده. فانا عارف اخر السنه ان انا هكون ديجيتال ماركتير شاطر، فاهم اجزاء معينه في الشغل. باجي بعد كده اقول طب الاوبجكتيف بتاعتي او على حسب الشهر هنبتدي من يوم كذا. فانا المفروض ان انا اول حاجه هعمل مراجعه وتحديث على كل ما يخص الاس اي او، فهبتدي الاون بيج اوف بيج تكنيكال، وهراجع الريزلت. بعد كده المفروض ده اللي هيتقسم على مدار الاسبوع. فانا عندي الكي بي ايز بتاعتي ان انا ادون كل اللي عرفته في مقالات عشان اطلع بيه ريزلت ان انا ابدا بيها مشروع، او ان انا اكتب مقالاتي دي على موقع، فاوريدي انا قدرت اطلع نتيجه ملموسه. طيب باجي الناحيه الثانيه، بكتب الحاجات اللي انا هعمل عليها فولو اب على مدار كل شهر. انا عندي مثلا الشركه بتابع معاها، عندي الشركه الثانيه بتابع معاها، عندي مشاريع في الاس اي، وعندي مشاريع في الميديا باين، عندي مشاريع في الكونتنت، ببتدي عندي التيم ببتدي اتابع معاه. فدي كلها امور انا المفروض ان انا بفولو اب عليها بير داي، بفولو اب عليها ايه بير داي. ودي الحاجات اللي انا بفولو اب عليها. خلاص احنا خلصنا ورقه الشهر، ببتدي ايه في اول كل يوم كده بحط التاريخ بتاعي. تمام. وبعد ما بحط التاريخ ببتدي اقول والله انا في الجزء اللي انا حاطه ده المفروض اللي انا بتابع عليه عندي امور معينه هعملها. طب هعمل فيها ايه النهارده؟ هعمل 1 2 3 4، وضروري ارص ده على او اوزع ده على عدد الساعات بتاعتي في الشغل، على عدد الساعات بتاعتي في الشغل، عشان اشوف هل افيلبل بالنسبه لي الوقت ان انا اقدر احقق ده ولا لا. يعني انا هقدر احقق الكلام ده ولا لا، وده معايا متسع من الوقت اصلا ان انا اعمل الحاجات دي كلها على مدار اليوم ولا لا. وبحط ده وبقى سكادول اليوم بتاعي، وبقسم اليوم بتاعي زي ما انا محتاج اقسمه على حسب كل يوم هعمل ايه. وباجي على اخر الاسبوع ببتدي اراجع بالويك، انا الاسبوع ده ايه الحاجات اللي عملتها والحاجات اللي ما عملتهاش، والحاجات اللي مترحل عندي عشان ابتدي ارحلها الاسبوع اللي جاي، وايه اللي مش مترحل عندي او اللي انا حققته خلاص، فبكمل بعد كده الفولو اب بتاعي. تمام. ده يعني ممكن هتتعب شويه في الكتابه ان انت كل يوم تكتب الحاجات اللي انت بتفولو اب عليها، بس ده هيثبت وهيلعب على ذهنك قوي قوي قوي، وهيبتبقى انت فاهم الحاجات ومراجع فعلا ومذاكر الحاجات اللي انت محتاج تفولو اب عليها. تمام. مش هتبقى انت بقى مش عارف انا بتابع اني بروجكت مع مين، مع فين، في اني دايره، في اني حته. انت هتلاقي نفسك الدنيا معاك سايحه، ما انت مش عارف انت بتعمل ايه. فلا، انت اوريدي كل يوم فاهم وعارف انا عندي ايه، وبتبتدي توزع ده على الاوقات. ضروري جدا 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 ما تحددش حاجه في نفس اليوم، حدد كل حاجه قبلها بيوم، بحيث ان انت تبقى تاني يوم عارف الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي. اخر يوم هتحس ان انت انجزت، وهتحس ان الامور مشيت بالنسبه لك بشكل طبيعي وبشكل كويس جدا جدا، وقادر فعلا ان انت تحقق ده، وتقف على كل الامور بشكل اساسي، وفاهم انت بتعمل ايه ورايح فين، وهتقدر تحدد النقط الاساسيه اللي بتنجحك والنقط اللي بتفشلك. وقادر كمان هتلاقي نفسك مع الوقت بتحدد الاشخاص اللي بتهلكك بدون نتيجة. والله أنا عندي في الشغل في مش عارف بنعمل 50,000 ميتنج، فدي حاجات مهلكة للوقت ومهلكة للمجهود وما بتجيبش نتيجة. أنا في مشروع مع عميل نفس القصة، أو مهلك أو بيدي نتيجة. تمام. فخلي بالك من النقط دي كلها، لأن دي حاجات أو دي البلان اللي أنا بمشي عليها، ممكن تنفع معاك. اوكي، جرب وشوف وفولو اب معايا. لو في حاجه وقعت منك، او في حاجه مش فاهمها، او في حاجه مش عارف تظبطها، قول لي انا مش بقدر فولو اب على الحته دي، او مش بقدر اعمل الحته دي، او انا عملت ده وده جريت بالنسبه لي وضفت كمان النقطه دي. وكمان احنا زي ما قلت دايما دايما بننفست في الشخص اكتر من الجزء العلمي اللي له علاقه بالتكنيكال، اي سي او، ميديا بينج، ما الى ذلك، كل شغل الماركتنج كله. لكن لو انت خلي بالك، لو كل العلم اللي عندك ده ما قدرتش تظبطه مع كوميونيكيشن سكيلز مظبوطه، مع تايم مانجمنت مظبوط، مع برزنتيشن سكيلز مظبوطه، فانت الامور بالنسبه لك مش هتبقى احسن حاجه، مش هتقدر تطلع العلم ده بما تقدر تستغله بشكل كبير. تمام. ده كده كان الكلام بتاع النهارده.